مع استمرار التجاهل الدولي تحذيرات من تفاقم أزمة مخيم الهول، لنتابع. قنبلة موقوتة قد تحدث انفجارا هائلا في شمال وشرق سوريا لتطال نتائجه الكارثية العالم أجمع. هو تحذير من سلسلة تحذيرات تطلقها منظمات حقوقية وجهات دولية أخرى على عدم تحرك المجتمع الدولي لإيجاد حل ينهي أزمة عوائل تنظيم داعش الإرهابي المحتجزين في مخيم الهول. ومع استمرار التجاهل الدولي لهذه القضية الشائكة، حذر المرصد السوري لحقوق الإنسان في تقرير جديد من عودة الفوضى إلى المنطقة في حال استمرت الجهات الأممية المعنية بالتغاضي عن قضية عائلات داعش، داعياً مجلس الأمن الدولي والدول ذات الصلة بالتحرك العاجل من أجل إيقاف جرائم القتل والانتهاكات التي ينفذها خلايا التنظيم الإرهابي داخل المخيم وإنشاء محاكم مختصة لمحاكمتهم. ووفق إحصائيات المرصد السوري عن واقع مخيم الهول، فإن أكثر من 70 لاجئاً فقدوا حياتهم في المخيم على يد خلايا داعش منذ بداية العام الجاري، بينهم 3 عراقيين تم استهدافهم خلال أيلول سبتمبر الفائت. وشهد مخيم الهول للنازحين منذ احتوائه لعائلات داعش وحتى اليوم المئات من جرائم القتل بين قاطنيه، سواء السوريون منهم أم العراقيون، ويقدر عدد سكانه أكثر من 65 ألفا بينهم نازحون عراقيون ولاجئون سوريون وآخرون من جنسيات أخرى. يشار إلى أن الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا قد وجهت عدة رسائل لدول العالم بضرورة سحب مواطنيها من مخيم الهول دون استجابة، باستثناء بضعة دول أعادت بعض مواطنيها من عوائل داعش الإرهابي. ومن القاهرة أرحب بالأستاذ مصطفى أمين، باحث في الجماعات الإرهابية. مساء الخير أستاذ مصطفى، أهلا بك في برنامج حديث اليوم. مخيم الهول أستاذ مصطفى، قنبلة موقوتة، تحذير من سلسلة تحذيرات أطلقتها جهات دولية ومنظمات حقوقية. بداية، ما تقييمك للوضع في مخيم الهول؟ وفي الحقيقة الوضع في مخيم الهول وضع كارثي، ومع الأسف الشديد بيتفاقم هذا الوضع الكارثي مع مرور الوقت، وسط تجاهل واضح من المجتمع الدولي لتحمل مسؤوليات. وخليني بس أقول لك إن مخيم الهول تحديداً بيشكل بؤرة مهمة جداً، بل بؤرة ملهمة لخلايا داعش المنتشرة في شمال العراق وفي العراق وفي شمال سوريا. دائماً المقاتلين بيعتبروا إن تحرير أسرهم وعوائلهم داخل المخيم من الأمور التنظيم بيضعها في سيناريوهاته المستقبلية، بالإضافة إلى محاولة إخراج المعتقلين المنتمين لتنظيم داعش في السجون في الشمال السوري وأيضا في العراق. وكلما بقي أمام مقاتل التنظيم هذا الكيان وهذه الكتلة البشرية المنتمية فكريا وأسريا وعائليا لهم، هيظل التنظيم عنده أمل واضح وأمل كبير لتحرير هذه العوائل والعودة أخرى إلى تكوين جغرافيا جديدة سواء في العراق أو في الشمال السوري. الأزمة الحقيقية أيضا اللي بيشكلها مخيم الهول في الفترة الحالية وأيضا في المستقبل، إن في نمو واضح لخلايا داعش في العراق وفي الشمال السوري، وبيقوم بعمليات واسعة مؤخرا، ولا زالت العراق بتمثل هي وشمال سوريا مناطق مهمة لنفوذ التنظيم باعتباره الجغرافيا الملهمة في تكوين الخلافة على أرضها. وبالتالي مخيم الهول بيضع أمام هؤلاء المقاتلين فرصة جديدة للعودة وتكوين جغرافيا جديدة في العراق وفي سوريا. مع الأسف الشديد المجتمع الدولي لا يقوم بمسؤولياته على الإطلاق، ترك الأمر على عاهل قوات الشرطة الديمقراطية والإدارة الذاتية، وده أمر بيشكل عبء كبير سوف يترتب عليه تراخي غير مرغوب فيه من جانب قوات الشرطة الديمقراطية لعدم قدرتها على احتواء هذا العدد الهائل من الأسر والمقاتلين داخل سجونها. وبالتالي الأمور بتأخذ منحنى كارثي هيترتب عليه كارثة، أنا شايف أنها ليست إقليمية فقط أو محلية فقط، لكنها ستكون كارثة دولية على الجميع. طيب، في أي مرحلة أو ما الذي من الممكن أن يحدث يدفع لتفجر الأوضاع في مخيم الهول؟ يحدث أمرين،
الأمر الأول إن تقوم خلايا داعش بمهاجمة المخيم ومحاولة تحرير الأسر والعناصر المنتمية لها داخل المخيم. وهذا الأمر خطورته في إن لو استطعت خلايا داعش أن تقوم بهذا الأمر ستقوم به بعد أن تكون قد كونت جغرافيا أو كونت ما يسمى بؤر على الأرض قادرة على احتواء أكبر عدد من هذه الأسر، وبالتالي هنرجع تاني لسيناريو الموصل ولكن بشكل أقل. الوضع الأكثر انفجارا إن المخيم نفسه ينفجر، المخيم نفسه يعتبر يعني يعتبر نفسه بؤرة لتصدير الإرهابيين. احنا عندنا أطفال في المخيم، بعضهم يعني اللي كان يعني في سن 10 سنوات واحد الآن في سن 14 سنة، اللي كان في سن 14 أصبح في سن 18، وبالتالي عندنا مخيم أصبح الآن يعج باليافعين المتشربين لأفكار التنظيم والمتشربين ل يعني فكرة الخلافة وفكرة والفكر المتطرف، وده كله إذا استطاعوا التسلل أو الهروب أو الخروج بشكل أو بآخر، وده بيتم بعض الأحيان مع عدم تأهلهم، أعتقد هيكونوا يعني قوة جديدة هتنضم لعناصر التنظيم. يمكن أنا شفنا ده في أحد التقارير الإخبارية بتتكلم على أن بعض العناصر بعد ما تم تأهيله طبعا بالقدرات المحدودة عند الإدارة الذاتية عاد مرة أخرى للتنظيم وتم القبض عليه. فبالتالي إحنا أمام يعني مكان ربما يهاجمه عناصر داعش وعناصر التنظيم ويحرروا العقائل وما يخصهم من هذه الأسر. نعم. ويكون جغرافيا، وأيضا السيناريو الآخر إن المخيم الهول نفسه المخيمات الأخرى تتحول إلى بؤر لتصدير الإرهابيين مرة أخرى لعناصر داعش. طيب أستاذ مصطفى لو سمحت لي أيضا، يعني اليوم إلى أي مدى أيضا الهجمات التي تتعرض لها مناطق شمال وشرق سوريا من قبل النظام التركي تحيي اليوم الأمل لدى هذا التنظيم ويحاول من خلال هذه الهجمات إعادة ترتيب صفوفه؟ الهجمات اللي بتقوم بها تركيا هي بشكل أساسي بتخدم التنظيم والمجموعات المتطرفة في الشمال السوري، باعتبار أن المجموعات دي بتجد حماية من قبل القوات التركية، بتجد مظلة إقليمية لحمايتها من أي تدخل محلي سواء من القوات السورية الجيش السوري أو القوات الروسية اللي متحالفة مع القوات السورية. فبالتالي ده بيزيد من قوة الحاضنة، بيزيد من قوة نمو هذه المجموعات، وبيعطيها مزيد من الفرص لتكوين نفسها وتكوين مجموعات جديدة وغيرها. احنا فاهمين طبعا، ودي مسألة يعني احنا ناقشناها في قناتكم والكلام أكتر من مرة وفي أكتر من قناة، ان تركيا بتشكل حاضنة، يعني حاضنة لكل هذه الجماعات، تشكل محور حماية. يعني ما كانش من المنطقي ان يعني نحن نشوف ان الروس والاتراك اردوغان ورئيس بوتين بيتفاوضوا حوالين وضع ادلب في المستقبل. يعني مفترض طرفين ما لهمش اي علاقه بدوله، الدوله السوريه ومكوناتها السكانيه يعني ومكونات الصراع، هذه المكونات بيحل امرها في دولة أخرى وعلى إيد رئيس آخر من أقصى شمال آسيا وآخر من تركيا. فبالتالي دي أمور بتوضح لك إن تركيا بتشكل حاضنة مهمة، حاضنة صاحبة قرار، حاضنة بتحمي لحد كبير الجماعات المتطرفة. وما دام التدخل التركي قائم في الشمال السوري وفي الشمال العراقي، ستبقى هذه الجماعات تحتضن بأفكارها المتطرفة الوجود التركي وتصنع مظلة يعني لهذا الوجود.
طيب أستاذ مصطفى، دعني أعود للنقطة التي تطرقت إليها قبل قليل حول إعادة تأهيل اليوم الموجودين في مخيم الهول، وأنه البعض عندما يعاد تأهيله، ذكرت لنا حادثة بأنه عاد وانضم للتمويل. اليوم يعني اليوم إعادة التأهيل تحتاج لمؤسسات دولية، تحتاج لمتخصصين اجتماعيين دوليين ومتخصصين بعلم النفس. ألا تستطيع اليوم الدول التي لديها رعاية داخل المخيم على أقل تقدير أن تؤمن من هذا الدعم الدولي؟ الدول اللي لديها رعاية في المخيم رافضة قبول العناصر دي في معظمها، لأن احنا يمكن نشوفنا أرقام هزيلة. فرنسا مثلا رقم هزيل جدا، مجموعة الدول في شمال أوروبا يعني رقم هزيل لهذا الأمر. طيب ليس فقط الدول، أعذرني على المقاطعة، يعني ليس فقط الدول التي لديها رعاية. اليوم مشكلة داعش، تنظيم داعش الإرهابي، هي مشكلة عالمية، مشكلة دولية. ألا تستطيع اليوم الدول الكبرى، الدول الغربية، أن تقدم على أقل تقدير يعني دعم بخصوص إعادة التأهيل؟ ما احنا بنتكلم عن مسألة ضرورة استحداث آلية أممية تدعم من قبل الغرب لتأهيل هؤلاء الأشخاص وإعادتهم مرة أخرى لدولهم. الآلية دي مش هتتم غير بتضافر أممي ويعني تمويل أممي يوضع له مجموعة من القواعد والأهداف والاستراتيجيات. طيب ومش تكون مقتصرة فقط ولا تكون مقتصرة فقط على مسألة إعادة التأهيل، وإنما يكون على إعادته مرة أخرى للحياة، يعني إعادتهم للوجود في مجتمعاتهم يعني. وده أمر مهم يعني إنه يؤهل إنه يكون مهني، أو يؤهل يكون كاتب، أو يؤهل يكون يعني بيعمل في مهنة معينة. دي كلها أمور مهمة يعني، والمسألة يعني دي مكلفة، يعني مكلفة ماليا، واعتقد الغرب مش عاوز يتحمل هذا العبء. يعني افهم منك استاذ مصطفى، اليوم المشكله تكمن بانه اليوم الدول الكبرى والدول الغربيه تتعامل مع ملف تنظيم داعش او مخيم الهول على اسس او يعني بوجهه نظر امنيه وليس بوجهه نظر انسانيه، بالتالي هي يعني تحاول ان تتجاهل او تبتعد عن هذا الملف. بتتعامل معاه من منظور الكلفة المالية، يعني هو يعني أنا عند إعادة تأهيل هذا الرقم الهائل من النساء والأطفال وبعض اليافعين، ده محتاج كلفة ضخمة زائد إرادة أممية غير موجودة في الوقت الحالي. المجتمع الغربي بيتعامل مع أزمة داعش حتى الآن على أنها أزمة أمنية زي ما حضرتك أشارتي، ان هو طالما لا يصيبها يعني الارهاب من قبل تنظيم داعش في الداخل الاوروبي وفي الولايات المتحده الامريكيه، فبالتالي هذه يعني الازمه بعيده عنه يعني. لكن الازمه ان النمو والاتساع لتنظيم داعش بلا شك هيترتب عليه هجمات وموجات من العنف المتتالي في الداخل الاوروبي والداخل الامريكي، وده اللي يمكن حصل مع وجود جغرافية الدولة في 2014 و2015 و2016، وشفنا الموجة الهائلة من الهجومات والعمليات الإرهابية تمت في باريس، وتمت أيضا في الولايات المتحدة الأمريكية، وتمت في هولندا، وتمت في بريطانيا وغيرها. يعني الغرب لازال بيتعامل مع أزمة داعش أو يعني مشكلة هذا التنظيم الإرهابي على أنه مشكلة منحصرة في جغرافيته. لازم الغرب يعي إن هذه الجماعات الإرهابية وتحديدا داعش والقاعدة وغيرها هي جماعات عابرة للأمم، لا تنظر إلى الأرض على أنها أرض سورية أو أرض عراقية، ولكنها تنظر إلى الأرض بمفهوم شامل، مفهوم أوسع من منظورها المتطرف. وبالتالي هذه الدول لن تكون بمنأى عن هجمات هذه المجموعات الإرهابية طالما هي متلكئة في مواجهتها وتقديم الدعم اللازم لشركائها المحليين، سواء في الشمال السوري وفي سوريا عامة، أو في العراق وفي باقي الدول المنتشرة فيها. وهذا الأمر أيضا ينسجم مع الوضع في غرب أفريقيا ووسط أفريقيا وغيرها. نعم، وضحت مسألة أزمة معقدة
نعم، الوقت المخصص لهذا الملف انتهى، أعذرني على مقاطعتك، جزيل الشكر على المشاركة وكل المعلومات من القاهرة الأستاذ مصطفى أمين باحث في الجماعات الإرهابية، شكرا لك. مشاهدينا المزيد ولكن بعد الفاصل.